بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم هنتكلم على بعض معالم المسجد النبوي الشريف زي الروضة المشرفة والمسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض بيوت الصحابة ومكان حجرات أمهات المؤمنين. ولمعرفة بعض هذه المعالم يجب الإيمان بشيئين. الشيء الأول هو الاتجاهات في المسجد النبوي الشريف، والاتجاه القبلة إلى الجنوب في المسجد النبوي الشريف، والصورة دي بتبين المسجد النبوي الشريف وتوسعاته المختلفة. ولكن احنا هنتكلم عن المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ناحية الجنوب، وكده ناحية الشمال ناحية الفنادق في الناحية الشمالية، كده ناحية الشرق ناحية بقيع الغرقد، وكده ناحية الغرب. والصورة دي بتبين القبة الخضراء في الناحية الجنوبية الشرقية من المسجد النبوي. ونجد هنا في الشمال في الباب 25 لدخول النساء وباب الملك فهد، أما في الجنوب فيظهر مسجد قباء، وفي الشرق يوجد بقيع الغرقد. الشيء الثاني اللي يجب الإيمان به هو أسطوانات المسجد النبوي الشريف، والأسطوانات دي مكان جذوع النخل التي كانت تحمل السقف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الأسطوانات دي كانت من الأول من الطين، ثم أصبحت من الطوب اللبن، وبعد كده الطوب العادي، وبعد كده أصبحت من الرخام دلوقتي. وقد حافظ المسلمون على أماكن هذه الأسطوانات 14 قرن لأنها أماكن تعبدية. وفي هذه الصورة هنلاقي ناحية الجنوب المواجهة الشريفة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر النبوي والمحراب النبوي. أما في الناحية الشمالية ففي دكة الأغوات والبرحة المكشوفة الأولى. ناحية الشرق في باب النساء وباب جبريل وباب البقيع. أما الناحية الغربية ففيها باب السلام وباب الصديق وباب الرحمة. الصورة دي بتبين مخطط للمسجد النبوي الشريف. الناحية الغربية في اسطوانات الروضة المشرفة واسطوانات المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما الناحية الشرقية من الصورة فشمالا في بيت السيدة فاطمة الزهراء، وجنوبا في بيت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، في مقام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أبو بكر مدفون رأسه عند كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا عمر رأسه عند كتفي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. والوجوه الشريفة متجهة إلى الجنوب، والرؤوس الشريفة متجهة إلى الغرب، والأقدام الشريفة متجهة إلى الشرق. ودي صورة لمخطط للمقصورة النبوية المشرفة وعليها بعض حجرات أمهات المؤمنين. فنرى حجرة السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها خارج المقصورة، تليها حجرة السيدة سودة رضي الله عنها، ثم حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، وبها المقامات الثلاثة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. أما القبر الرابع الذي بموازاة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهو لسيدنا عيسى عليه السلام. اسطوانات المسجد النبوي الشريف لها أشكال وألوان، وبمعرفة هذه الأشكال والألوان ممكن التعرف على بعض الأماكن في المسجد النبوي الشريف. ففي التوسعات المختلفة للمسجد النبوي الشريف قبل توسعة الملك فهد رحمه الله، مثل التوسعة المجيدية، نجد كل الأسطوانات عبارة عن رخام أبيض ناصع ليس عليه أي أشكال أو ألوان.
أما اسطوانات الروضة المشرفة فنجد نوعين من الاسطوانات، اسطوانات فيها مستطيلات بنية واسطوانات أخرى فيها مستطيلات مفرغة. واختلاف أشكال وألوان اسطوانات الروضة المشرفة يحدد آراء العلماء في تحديد هذه الروضة، فالعلماء اتفقوا على تحديد مكان الروضة وحدودها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالرأي الأول للعلماء اعتبر أن بيتي هو حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، واعتمدوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين المنبر وبيت عائشة روضة من رياض الجنة. وهذا الرأي يعلمه ويبينه الصف الأول من اسطوانات الروضة المشرفة اللي هو عليه مستطيلات بنية الشكل. الرأي الثاني في تحديد حدود الروضة المشرفة اعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وحجرة السيدة عائشة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمتد بين اسطوانة الحرس واسطوانة السرير، أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم امتد إلى اسطوانة مربعة القبر داخل المقصورة النبوية والتي توازي اسطوانة الوفود في الروضة المشرفة. وعلى هذا امتدت حدود الروضة ما بين اسطوانة الوفود وبين ما سامت أو ما حاز المنبر النبوي الشريف. ويعلم الرأي الثاني في حدود الروضة المشرفة الاسطوانات التي فيها مستطيلات مفرغة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فيه معجزة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه حدد لأمته مكان وحدود روضته وهو في حياته. وفيه منقبة عظيمة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن الله تعالى يقول: وما تدري نفس بأي أرض تموت، ولكن الله عز وجل أخبر نبيه بمكان موته ومكان قبره. والذي يدل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رأته السيدة عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعذر في مرضه الأخير ويقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة. والرأي الثالث للعلماء في تحديد حدود الروضة المشرفة اعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين هذه البيوت، يعني بيوته، إلى منبري روضة من رياض الجنة. فاعتبر كل حجرات أمهات المؤمنين وأماكنها من الروضة. وعلى هذا الأساس هنجد أن حجرات أمهات المؤمنين 9 حجرات مصطفى من الجنوب إلى الشمال، أولها حجرة السيدة حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ودي موجودة خارج المقصورة النبوية، ثم حجرة السيدة سودة، ثم حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم حجرة السيدة أم سلمة خارج المقصورة النبوية، ثم السيدة جويرية بنت الحارس، ثم السيدة زينب بنت جحش، ثم السيدة أم حبيبة بنت أبي سفيان، ثم خارج المسجد النبوي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السيدة صفية بنت حيي، ثم السيدة ميمونة بنت الحارس. فنجد أن هناك اسطوانات شبيهة باسطوانات الروضة موجودة خارج الروضة المشرفة. يعني هنجد 7 اسطوانات في الناحية الجنوبية من المسجد النبوي، وهنجد اسطوانتين على جانبي باب التوبة في الناحية الجنوبية من المقصورة النبوية، والاسطوانتين دول يدلوا على مكان بيت السيدة حفصة رضي الله عنها، وهنجد اسطوانتين في الناحية الشرقية من المقصورة النبوية يدل على مكان الجهة الشرقية لحجرة السيدة سودة وحجرة السيدة عائشة رضي الله عنهما. وهنجد في اسطوانة في نهاية الناحية الغربية للمقصورة النبوية، دي تدل على بداية بيت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها.
المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم عند الهجرة كان بيتكون من اسطوانات الروضة وصفين من الاسطوانات إلى الشمال وصفين من الاسطوانات إلى الغرب، وهذه الاسطوانات هي الاسطوانات المقصبة، ودي علامة على المسجد على عهد النبي عند الهجرة. فكان في اسطوانتين إلى الشمال، يعني صفين من الاسطوانات إلى الشمال وصفين إلى الغرب. والاسطوانة المقصبة هنلاقي فيه زهرة في الوسط، الزهرة دي بتحدد حد ارتفاع المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه كان لا يتجاوز مترين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بنى مسجده قال للصحابة: ابنوا لي عريشا كعريش موسى. فقالوا: وما عريش موسى يا رسول الله؟ قال: إذا قام أصاب السقف رأسه. فحد سقف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدده أعلى الزهرة الموجودة في الاسطوانات المقصبة، والحلقة الذهبية الموجودة في أعلى الاسطوانة تحدد ارتفاع سقف المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد توسعة خيبر في سنة 7 هجرية وسع مسجده، فبنى 5 اسطوانات إلى الشمال ثم 3 اسطوانات إلى الغرب، وهذه الاسطوانات لونها بيج فاتح ما لهاش أي نقوش، وهي تعلم المسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد توسعة خيبر. ونجد أن الحد الغربي للمسجد على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد توسعة خيبر مكتوب على الاسطوانات حد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الحد الشمالي للمسجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد توسعة خيبر يقابل أو هو بداية البرحة المكشوفة الأولى الآن. نتكلم على توسعات المسجد النبوي الشريف، وزي ما ذكرنا أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما وسع مسجده في سنة 7 هجرية زاد 5 اسطوانات إلى الشمال و3 إلى الغرب، ثم جاء سيدنا عمر بن الخطاب فزاد اسطوانتين إلى الغرب واسطوانة إلى الجنوب، وجه بعد كده سيدنا عثمان رضي الله عنه فوسع اسطوانة إلى الغرب واسطوانة إلى الجنوب. بعد كده جاءت توسعة الوليد بن عبد الملك اللي وسع اسطوانتين إلى الغرب وأدخل بيوت أمهات المؤمنين في المسجد النبوي الشريف. بعد كده هنتحدث عن بعض الاسطوانات الشهيرة في المسجد النبوي، مثل اسطوانة السيدة عائشة والاسطوانة المخلقة واسطوانة التوبة، اسطوانة السرير واسطوانة الفوت. ومن معرفة هذه الاسطوانات هنعلم الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يصلي عندها، وهي 5 أماكن، ونعلم كمان الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عندها. وأول هذه الاسطوانات هي الاسطوانة المخلقة، والاسطوانة المخلقة في ظهر المحراب النبوي الآن، وفضلها يعود إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها إماما بالمسلمين. وسميت الاسطوانة المخلقة من كثرة وضع الخلوق عليها، وهو الطيب، كان الصحابة يضعون الطيب عليها، ولذلك سميت الاسطوانة المطيبة. وسميت أيضا اسطوانة المصحف لوضع مصحف سيدنا عثمان عندها، وكذلك تسمى هذه الاسطوانة الاسطوانة الحنانة، لأنه دفن تحتها الجزع الذي حن وأن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب مستندا على جزع نخلة، فلما كثر الناس قالوا له: يا رسول الله، ألا نصنع لك منبرا تكلم الناس عليه؟ قال: إن شئتم. فصنعوا له منبرا من 3 درجات، فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم ليصعد هذا المنبر
مر على الجزع، فبكى هذا الجزع وأن لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع بكاءه كل من كان في المسجد من الصحابة، فبكى الصحابة واهتز المسجد وتساقط الغبار، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن هذا الجزع حتى سكت. وصوت هذا الجزع وصفه الصحابة بأنه كخوار البقرة، وفي رواية أنه له أنين كأنين الصبي الذي يسكت. وهذه صورة للمحراب النبوي الشريف، وفي ظهره الأسطوانة المخلقة. وعلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك محاريب، ولكن الذي صنع هذا المحراب هو سيدنا عمر بن عبد العزيز. وعندما صنع هذا المحراب كان له تجويفا، فأزاحوا الأسطوانة المخلقة إلى الجنوب 2 ذراع، يعني حوالي متر. وبالتأمل في هذه الصورة نجد أن رقم 1 هو المحراب النبوي الشريف، رقم 2 هو الساق اليمنى للمحراب النبوي الشريف اللي هو يقابل الأسطوانة المخلقة، نمرة 3 هي مكان الأسطوانة المخلقة الأصلية، نمرة 4 هي مكان الأسطوانة المخلقة بعد إزاحتها إلى الجنوب 2 ذراع أو متر، ونمرة 5 هو مكان الرخام اللي بين الساق اليمنى للمحراب والأسطوانة المخلقة. ونجد أن الرخام الذي بين الساق اليمنى للمحراب والأسطوانة المخلقة له حكمة عظيمة، حيث أنه منع أي فرد أن يطأ على المكان الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم لرب العالمين. الصورة دي بتبين الساق اليمنى لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم المكتوب عليها هذا مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي المفروض أن كل واحد عاوز يصلي في مكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي إليها، أي إلى الساق اليمنى لمحراب النبي صلى الله عليه وسلم. الأسطوانة الثانية من أسطوانات الروضة المشرفة هي أسطوانة السيدة عائشة، ويعود فضل هذه الأسطوانة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها 3 شهور عندما حولت القبلة إلى بيت الله الحرام، ثم انتقل إلى أسطوانة المخلقة. وسميت أسطوانة السيدة عائشة لأنها هي التي روت الأحاديث في فضل هذه الأسطوانة، وكذلك سميت أسطوانة القرعة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن هناك بقعة في المسجد لو علم الناس فضلها لاستهموا عليها أو لضربت بينهم قرعة، ولذلك سميت هذه الأسطوانة أسطوانة القرعة أو أسطوانة المهاجرين، لأن المهاجرين كانوا يصلوا عندها ويلتفوا حولها. وأسطوانة السيدة عائشة هي المكان الثاني الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة المشرفة. الأسطوانة الثالثة من أسطوانات الروضة هي أسطوانة التوبة أو أسطوانة أبي لبابة، وهذه الأسطوانة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها النوافل، يعني كان يصلي الفرض عند أسطوانة السيدة عائشة أو الأسطوانة المخلقة ثم يأتي إلى أسطوانة التوبة، فكان الفقراء والمساكين من أهل الصفة يلتفون حول أسطوانة التوبة انتظارا لأن يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويجلس إليهم ويحدثهم ويروي لهم ما أنزل عليه من القرآن
في الليلة السابقة، فاشتاق الأغنياء وذوو الطول للجلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: لو نحيت عنا هؤلاء. فنزل قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات. وتسمى أيضا أسطوانة أبي لبابة، وذلك بأن سيدنا أبا لبابة بن عبد المنذر ربط نفسه إليها، وذلك عندما أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم أثناء حصار يهود بني قريظة إليهم، وكان مسترضعا فيهم، فلما ذهب إليهم أطلقوا في وجهه النساء والصبيان يبكين حتى يرخوا قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وقف بينهم سأله رجال بني قريظة: أإذا نزلنا على حكم محمد ماذا يفعل بنا؟ فأشار بيده إلى عنقه، يعني هيذبحكم. فالصحابي نفسه رضي الله عنه وأرضاه قال: فعلمت أني خنت الله ورسوله وخنت سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى المسجد وربط نفسه في جذع النخلة الذي يسمى الآن أسطوانة أبي لبابة. ونزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منتظرا لعودة سيدنا أبي لبابة، فلما علم أنه ذهب إلى المسجد وربط نفسه في جذع النخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو جاءني لاستغفرت له، أما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله عليه. يعني هو هذا الصحابي لو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له الله وكان الله تاب عليه، وذلك تصديقا لقول الله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وبعد أن ظل سيدنا أبو لبابة مربوطا في جذع النخلة، روت السيدة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنه في السحر شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك، فقالت: يا رسول الله ما أضحكك؟ أضحك الله سنك. فقال صلى الله عليه وسلم: تيبا على أبي لبابة. ونزل قول الله تعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. وعسى في حق الله واجبة كما قال العلماء. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بنزول توبة سيدنا أبي لبابة، فقالت السيدة أم سلمة رضي الله عنها: ألا أبشره؟ فقال: إن شئت. فوقفت السيدة أم سلمة رضي الله عنها على باب حجرتها وقالت: يا أبا لبابة أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، لقد تاب الله عليك. فثار إليه الصحابة كي يحلوه، فقال: لا، حتى يحلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر قام فحله بيده، فقبل يدي وقدمي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كل مالي لله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الثلث. وكده نكون عرفنا ثلاث أماكن من الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها، وهي الأسطوانة المخلقة وأسطوانة السيدة عائشة وأسطوانة التوبة، وكان يصلي عندها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة له. والأسطوانة الرابعة هي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها إماما بالمسلمين إلى بيت المقدس، وهذه الأسطوانة هي الخامسة عدا من أسطوانة السيدة عائشة إلى الشمال. والأسطوانة الخامسة هي أسطوانة التهجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بساطا ويضعه خلف بيت فاطمة ويصلي الليل ركعتين ركعتين، وهذه الأسطوانة موجودة في الجدار الشمالي للمقصورة النبوية. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم
صلى عندها يوما، وفي هذا اليوم صلى وراءه أحد الصحابة، وفي اليوم الثاني صلى خلفه اثنان، وفي اليوم الثالث صاروا صفين. فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يتنحنحون حتى يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم حتى خشيت أن يكتب عليكم، ولو كتب عليكم ما قمتم به، فصلوا يا أيها الناس في بيوتكم، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وذلك خشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب على المسلمين صلاة الليل. في سورة حديثة داخل المسجد النبوي الشريف، نمرة واحد يعلم جزء من دكة الأغوات، نمرة اثنين يعلم مكان باب جبريل، وجانب باب جبريل الجزء المسمى مر أقدام النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها ويتجه إلى هذا المكان، ثم يخرج من باب جبريل ويزور ابنتاه السيدة رقية ثم السيدة أم كلثوم زوجة سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، حيث أن بيت سيدنا عثمان كان على بعد 5 متر من باب جبريل. نمرة 3 ده الجدار الشمالي للمحصورة النبوية، ونمرة 4 صورة زيتية للكعبة تعلم مكان محراب التهجد للنبي صلى الله عليه وسلم، ونمرة 5 ده دولاب المصاحف اللي يغطي محراب تهجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي الأماكن 5 التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عندها. ومن المفترض أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كل مكان في المسجد النبوي، ولكن هذه الأماكن التي ذكرت الكتب كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عندها، وهذه الأماكن أماكن تعبدية وليس أماكن أثرية. طب أماكن تعبدية ليه؟ لأن سيدنا زكريا عليه السلام صلى في المحراب بتاع السيدة مريم، فربنا استجاب لدعائه في محراب بتاع السيدة مريم، في المكان اللي كانت بتصلي فيه السيدة مريم، فربنا استجاب لدعائه، وكان شيخ كبير فأعطاه الله الابن وسماه له. وقال الله تعالى: هنالك دعا زكريا ربه، يعني سيدنا زكريا دعا في المكان اللي بتصلي فيه السيدة مريم فاستجاب الله لدعائه. فإذا كان السيدة مريم صديقة ويستجاب للدعاء عند مكان صلاتها، فكيف بنبي؟ وكيف بمكان صلى فيه سيد الأنبياء والمرسلين؟ ولذلك نحن نحصي الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الروضة المشرفة، لأن كل من كان له حاجة عند ربه فليتحرى هذه الأماكن ويصلي عندها، فإنها أماكن مستجاب فيها الدعوة. بعد كده هنتكلم عن الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يجلس عندها كما ذكرت كتب المدينة. أول هذه الأماكن أسطوانة السرير، وسميت أسطوانة السرير لأنه كان يوضع للنبي صلى الله عليه وسلم السرير عندها عند اعتكافه في شهر رمضان. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم سرير من جريد ووسادة من ليل. الأسطوانة اللي بعدها اسمها أسطوانة الحرس، وسميت أسطوانة الحرس لأن بعض الصحابة كانوا يقفون عندها لحراسة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم سيدنا العباس ومنهم سيدنا علي بن أبي طالب وزعماء الأنصار. فلما نزلت الآية القرآنية بسم الله الرحمن الرحيم والله يعصمك من الناس، أخرج النبي صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. وبين أسطوانة السرير وأسطوانة الحرس فيما يعرف بشباك النبي عليه الصلاة والسلام، وشباك النبي كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يزورون النبي صلى الله عليه وسلم من عند هذا الشباك، لأنه على أيام الصحابة لم تكن هناك مواجهة، وكانت توجد بيوت أمهات المؤمنين ك
كان يوجد بيت السيدة حفصة بنت سيدنا عمر رضي الله عنهما. وإذا نظرت من خلال هذا الشباك ستجد الستارة الخضراء الموجودة على جدار قايتباي داخل المقصورة النبوية، عليها مربع أحمر مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا المربع الأحمر ذكر السمهودي أنه يبعد 5 ذراع أي 2.5 متر عن رأس النبي صلى الله عليه وسلم. ويوجد أيضا في الناحية الشرقية للمسجد النبوي الشريف بجانب باب البقيع شباك اسمه شباك النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الشباك الوحيد في المسجد النبوي إلا عليه آية قرآنية ومكتوب عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذا الشباك اللي في الناحية الشرقية يماثل أو يوازي شباك النبي اللي في الناحية الغربية اللي في الروضة المشرفة. وشباك النبي اللي في الناحية الشرقية كان اسمه أساسا باب النبي عليه الصلاة والسلام، والجدار اللي حوالين الشباك ده كان الحتة دي اسمها مصلى الجنائز. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من بيت السيدة عائشة رضي الله عنها ويمشي في الحتة اللي قلنا عليها ممر الأقدام، ثم يتجه إلى باب النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي على من مات من المسلمين في مصلى الجنائز. الأسطوانة الأخيرة اسمها أسطوانة الفوت، وسميت بذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس عندها ويستقبل وفود العرب في عام الوفود. وبين أسطوانة الحرس والوفود يوجد باب السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو باب الحجرات، حيث نزلت عنده أوائل سورة الحجرات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا تشرفنا بشرح بعض معالم المسجد النبوي الشريف. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فؤادي بخير المرسلين مولعون، فؤادي بخير المرسلين مولعون، وأشرف ما يحلو لسمعي ثنائي.